الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا اليوم ويوم الخميس 29 من شهر شعبان عام 1441 هجرية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم شهر رمضان ونحن على خير وفي صحة وفي عافية، وأن يعيننا جميعا على ذكره وشكره وحسن عبادته سبحانه وتعالى، وأن يرفع هذا البلاء عن بلادنا وبلاد المسلمين وبلاد العالم، وأن يعقبها لنا ولكم وللمسلمين الخير والأجر والثواب. اليوم عندنا شغل في أحد المعافي، المعفى هذا بنرفيه من هنا وبنساويه بالمعفى اللي فوق. اللي حببت أنبه عليه، العرعر أشجار معمرة وثروة وطنية ثمينة جدا. كان هنا أشجار من الشث والسوسي هذا اللي في الوجه الآن، وكانت شجرة العرعر هذه كثيفة جدا ومغطية المكان هذا كله، حتى هذه كان لها فروع كثيرة. فقمت اليوم وقصقصت فروع هذه العرعرة مثل ما تشاهدون، ورفضت انها تقص وتزال هذه وهذه، لأجل حتى بعد ما يندفن هذا المكان ويتساوى يبقى هذا المكان ظل وجلسة. التساهل في قطع الأشجار حتى لو كانت في ملك خاص لك خطأ كبير جدا، خاصة الأشجار المعمرة الثمينة. العرعر عمره يقدر مئات السنين، أعواده وخشبة نسميها عمر، تعمر به البيوت، تسقف به البيوت القديمة ويعمر وتطوابه حتى الآبار. الفروع هذه طبعا بستفيد منها حطب، مع أن حطب العرعر ما هو حطب يعني اللي يحرص عليه، لكن رائحته زكية صراحة. لكن الشاهد والرسالة اللي حبيت أوصلها، يجب المحافظة على هذه الأشجار، فهي ثروة وطنية عظيمة جدا، ولا تقطعها قدر الإمكان، لا تقطعها، حافظ عليها. يعني شوف لك أي حل منا ومنا، إذا اشتغلت في أملاك خاصة وعندك هذه الأشجار، خاصة في بيئاتنا الطبيعية حين في تنومة مثلا، إذا في أماكن طبيعية لازالت على بكارتها وطبيعتها نحافظ عليها قدر الإمكان. الشجرة محترمة في الإسلام، الشجرة محترمة في القرآن. الله سبحانه وتعالى لما كلم موسى وأوحى إليه وبأعظم كلام، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. يعني شوف الشجرة شرفها الإسلام، شرفها القرآن بذكرها في هذا الموضع، كلام الله سبحانه وتعالى تكريمه لموسى. أيضا الشجرة شرفها الإسلام، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. شوف رضا الله عن المؤمنين الصحابة رضوان الله عليهم تحت الشجرة، هي قصة وحدث سبب معين بيعة تحت الشجرة، لكن انظر كيف ان الشجرة دخلت في هذه البركة واحترمها الإسلام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من قطع سدرة صوب الله رأسه في النار. الرسالة عموما حتى الأوطين، هذا المقطع اللي حبيت أوضحها أنه ينبغي أن نحافظ على الأشجار قدر الإمكان، حتى في أعمالنا الخاصة وفي أملاكنا الخاصة ينبغي أن نحافظ عليها قدر الإمكان، ولا نقطعها إلا في أسوأ الظروف، إذا كان في ملكك الخاص وكنت مضطر جدا لقطعها، لكن مدام بفرصة أنها تبقى ويستفاد منها خاصة الأشجار المعمرة ينبغي المحافظة عليها وتجنب قطعها قدر الإمكان. فأنا قلمت الفروع وحافظت على الشجرة، قلمت فروع هذه وحافظت عليها، بستفيد من الأعواد حقتها. طبعا في أعواد قشلتها الآن من هنا، وفي أعواد باقي طايحة أغصان مثل ما تلاحظون، كلها أغصان هذه قطعناها، هذا المكان كله بيندفن وبيتساوى. أرجو أن أكون وفقت في تقديم هذه الرسالة وعرضها لكم، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع.